السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس الرياضيات، ألا وهو لي فيكتور اي ترانسلاسيون، المتجهات والإزاحة. إذا هذا الدرس كيخلق مشكل كبير عند التلامذة. علاش؟ حيت هو شوية غامض، ما كيبانش وما مفهومش، وفي الفيزيك ديال الدورة الثانية وفي ترون كومان غتخدمو به. إلا ما فهمتيش دابا غتلقى مشاكل كتيرة، داكشي علاش أنا موجود باش تفهمو إن شاء الله بحول الله. إذا أول حاجة، شنو هو ديفينيسيون؟ باختصار حنا كنا شفنا ا بي بحال هكا كتعني مسافه، ديستانس، وشفنا ا بي وسط معقوفه كتعني سيغمون، يعني كتبدا في ا وكتسالي في بي وكدير ه، بينما المسافه كتحضر النقاط ا بي جوج سنتيم مثلا. وشفنا قوس دغوات، يعني كتكون ا وكتكون بي وكتكون كتفوت بي وكتفوت ا. وشفنا دومي دغوات، نصف مستقيم، يعني مثلا هنا الديبار في ا وكيخرج في بي. دابا الجديد هو هادي، نشوفوا واحد الرمز اللي هو بحال هكا. اشنو كيعني هذا الرمز هذا؟ اذا نمسح هاد الذكريات القدام ونشرحوا دابا شنو كيعني. نفترض عندك ا بي بحال هكا، هاد ابي هو عبارة عن فلاش فيكتور، اذا يعني الديبار ديالو في ا والنهاية ديالو في بي، يعني مثلا ها ا ها بي مثلا، ها هو. لاحظوا ملي كتشوف هاد لي فلاش بهاد الشكل، ما كيعنيش انه صافي حيت هذا عوج هكا حتى هذا خصني نرمزو ليه بعوج. هذا ما شغلوش في هذا، يعني يقدر يكون ا بي الرمز ديالو هكا، ومثلا ا بي داير هنا ها ا ها بي. اللي مهم هو ان النقطه الاولى كتمثل ليا الديبار ديال الفلاش، والنقطه الثانيه هي كتمثل ليا النهايه ديال الفريش، يعني لوريجين والاكستريم، الطرف والاصل. اذا دابا مبدئيا عرفنا هذه المتجهه، وهي اصلا لاش تدرت في الماط باش نفهموا داكشي اللي كنقراو في الفيزيك، اللي كنا اللي شرحته لكم في الفيزيك. دابا نشوفوا امتى كنقولوا دو فيكتور غير سون ايغو، امتى كيكونوا دو فيكتور غير سون ايغو. نعطيكم باش تفهموا اكثر، هنرسم لكم دو فليش. لاحظوا هاد الفليش هذا، ها هو مثلا هنسميه هنا، وفليش اخر نسميه هنا. لاحظوا معايا دابا في المتجهه، نقدر انا نحط حرف هنا ونحرف هنا ونسمي المتجهه ا بي. نقدر انا مثلا نرمز ليها بحرف مينيسكيل بحال المتجهه اي، ونديرها في الوسط بحال اللي بغيتو، يا اما هكا على حسب التمرين. مثلا انا باش ما نتخربقوش هنسمي هادي ا، ونسمي هادي بي، ونسمي هادي سي، ونسمي هادي دي. متفقين؟ امتى كنقولوا ان لو فيكتور ا بي ايغال لو فيكتور سي دي؟ الا تحققوا لي ثلاثه ديال الشروط، شنو هما؟ الشرط الاول خصو يكونوا عندهم لو ميم سونس، نفس المنحة، لو ميم سونس، نفس المنحة، بمعنى كلهم كيشيروا لنفس الجهه. واش مفهوم؟ ماشي هذا كيشير هكا والاخر مغرب، كلهم كيشيروا لنفس الجهه. بعد الشرط الاول تحقق، خصهم يكون عندهم ميم ديريكسيون، ميم ديريكسيون. ما معنى ميم ديريكسيون بالعربيه؟ نفس الاتجاه. مثلا غنعطيك مثال، نفس الاتجاه بالعربيه تعرض، متوازيين، خصهم يكونوا متوازيين. واش مفهوم؟ الا كانوا متوازيين راه باينه، راه بلا ما تشطن راس. دابا ما معنى انهما نفس الاتجاه؟ مثلا يقدر مثلا ملي كنقولوا مثلا ها ابي هكا، ها سي دي هكا، هادو دابا عندهم نفس الاتجاه حيت متوازيين. الا كانت سي دي دايره بحال هكا، ها، اذا واش هادو عندهم نفس الاتجاه؟ لا، حيت ما عندهمش نفس الاتجاه. اذا في الحاله كنقولوا ميم ديريكسيون، بحال الا كنقولوا واش هما باغاليل ولا ماشي باغاليل. متفقين؟ اذا خصي تحققوا نفس، يعني مثلا نفترض ها هما نفس الاتجاه مثلا، وواحد السهم داير هكا وواحد السهم داير هكا، اذا هنا لا، ها هما الشرط الثاني متحقق، ولكن نفس المنحة ما كيشيروش لنفس البلاصة. ثم ميم نورم، يعني هنايا الشرط الثالث المسافة ا بي
كتساوي المسافة السدي، يعني إذا كان في هاد السهم جوج سنتيم حتى هذا خصو يكون فيه جوج سنتيم، هادو هما الشروط بثلاثة، خصهم يتحققوا بثلاثة باش نقولوا أن راه باش كلشي هاد الشيء باش نقولوا على أن راه الفيكتور أبي كتساوي ليا الفيكتور سيدي، ضروري تحققوا ليا هاد الشروط بثلاثة. إلا مثلا ها هما متوازي نفس المنحى وهذا فيه صغرت ودرتو قد هكا، واش هادو متساويين؟ لا، يعني الشرط الاول متوازي متحققين نفس المنحى كيشيروا لنفس البلاصه، ولكن المسافه ا بي ماشي هي قد المسافه سي دي، وبالتالي ما نقدرش نقولوا على ان لو فيكتور ا بي ايغال لو فيكتور سي دي. دونك سي نيسيسير ايسي كو كيلكو سوا انهم يكونوا لي تخوا كونديسيون سون ابليكابل. لاحظوا معايا للاشاره فقط واحد الملحوظه غومارك ملحوظة، دابا ملي كتشوف هاد الرمز في القسم ها انت ملي كتشوف هذا شنو كيعني فيكتور، الا مشى الاستاذ جاب جوج شرطات هنا وزاد جوج شرطات هنا اشنو كيعني؟ كيعني انه المسافة، يعني هاد الرمز هو هذا نيت. تقول الاستاذ واه كيفاش ما فهمتش، نشرح لك. دابا هاد ا بي اشنو كيعبر على لا ديستونس مسافه، وهذا حتى هو لا ديستونس. هتقول لي وعلاش دايرين هاد الزواق، علاش ما يمسحوش غير الفلاش؟ بعض المرات الاساتذه كيضطروا يخدموا بهذا الرمز هذا، مفهوم؟ مثلا الا رمزنا المتجهه حرف واحد، بعض المرات قلت لكم كنرمزوا المتجهه بحرف واحد اي، اذا في هذه الحاله بغيت نقول المسافه اي جات ناقصه ندير اي بلا فلاش، كنخليها هكا وكنقول وهكا ملي كتشوفها كتقول كيهضروا على الطول ديال السهم، فهم؟ اذا هادو هما لي تخوا كونديسيون. الا ما تحققوش، اعيد واكرر، الا ما تحققوش هاد لي تخوا كونديسيون ما نقدرش نقول على انهم ان سون باراليل اي ان سون ايغو. نعطيك مثلا مثال، ناخذ مثلا باغ اكزومبل متوازي الاضلاع باراليلوغرام، ناخذ واحد الباراليلوغرام اللي هو بحال هذا الشكل هذا، ها انت هذا باراليلوغرام. لاحظوا معايا، اذا ا بي سي دي قبل في السبعه ملي كتبغي تبين ان ا بي سي دي راه متوازي الاضلاع اش كدير؟ كيخصك تبين مثلا ان ا بي ان المسافه ا بي تساوي المسافه دي سي، وفي نفس الوقت خصك تبين ان ا بي كمستقيم يوازي المستقيم دي سي. الا غير بينتي ان هاد المسافه كتساوي هاد المسافه وهاد المستقيم المتوازي بلا ما تهضر على هادو، الا غير بينتي هاد الجوج راه صافي، راه بينتي اوتوماتيكيا انه متوازي الاضلاع. دابا لا، ملي قرينا المتجهات بلاص ما نبين هاد جوج خدمات، يكفي فقط نقول ا بي تساوي دي سي. الا مشيت تقول لي استاذ انا ما هضرناش على لو سورس بلاتي نشرح لكم، الا مشيت بينت ان لو فيكتور ا بي ايغال لو فيكتور دي سي، راه ملي كنقول هادي راه عبرت على المسافه وعبرت على التوازي، يعني هذه كتختصر لي الخدمه صافي بلا ما نقوي على راسي الهضره. و ا بي و دي سي اون ميم ديستونس اي اون ا بي باراليل افيك دي سي، صافي ملي كنعبروا بهذا التعبير الداخل ديالها مفهوم ان المسافه كتساوي المسافه وانهما متوازيان ومازال لو ميم سونس فوق منها منزل. اذا هذا الشيء اللي بغيت نقصد لكم ان هذا التعبير الرياضي الجديد غيختصر علينا بزاف ديال المسائل. مزيان، اذا الان غننتقلوا للفقره الثالثه لا سوم دو دو فيكتور. اذا باش نهضروا على لا سوم دو دو فيكتور غنمسح السبوره وغنشرح الحالات بثلاثه تاع لا سوم دو دو فيكتور. اذا لا سوم دو دو فيكتور كاينين بزاف ديال الحالات لا سوم دو دو فيكتور. مثلا غنرسموا واحد الحاله الاولى،
اذا الان ملي رسمت لكم هذه الحاله بربع غنحاولوا نتناقشوا بعض المسائل اللي مهمه بزاف، هو ديال الصوب كيفاش كنجمعوا جوج متجهات، كيفاش نقدروا نجمعوهم، حيت المتجهه زائد متجهه ماشي هي مسافه زائد مسافه. ملي كنقولوا مسافه زائد مسافه كتقول لي 3 سنتيم زائد 5 سنتيم تساوي 8 سنتيم، ولكن المتجهه زائد متجهه ما كتعطينيش عدد، كتعطيني متجهه. نشوفوا الحاله الاولى، نفترض عندي هنا بغينا نحسبوا ا بي بليس ا سي، ها ا بي ها ا سي، متفقين؟ اذا في هذه الحاله كنلاحظوا ان هاد لي دو فيكتور كيتلاقاو ليا في لوريجين. شنو هو لوريجين؟ الوسط. هكاك مادام هما كيتلاقاو ليا في لوريجين، كيفاش غادي نحسب انا المجموع ديالهم؟ باختصار باش نقدر نحسب المجموع ديالهم كنمشي نرسم متوازي الاضلاع. هانتوما كنمشي نرسم متوازي الاضلاع، كنحاول نرسم متوازي الاضلاع. عقلوا عليا هادشي مزيان حيت راه مهم ليكم. لاحظوا، اذا ملي كنرسم متوازي الاضلاع، اذا هاد المتجهه هادي، هاد المتجهه هادي نزيدو حنا واحد الحرف نسميوه دي، اذا هاد المتجهه كتمثل ليا المجموع ديال هاد جوج المتجهات، اذا كتساوي ا دي. كلاب واحد شي بشكل استاذ عندك، وكيفاش دابا هادي زائد هادي كتعطيك ودور؟ اذا علاش دابا فيزيائيا نقدر نشرح لك؟ مثلا نعطيك مثال، نفترض شنقول لك، نفترض مثلا شي حاجه كاينه هنا بحال شي جسم وفيه شي حبل هنا وحبل هنا، واحد كيجر هنا واحد كيجر هنا، واحد الوقيته بحال الا هذا الجسم هيندافع لهاد الجهه، تقدر تعبر عليها هكا. داكشي علاش لي فيكتور هي شي حاجه ايماجينير، متفقين؟ اذا دابا باختصار هاد المتجه وهاد المتجهه ملي كيتلاقاو في الاصل كترسم متوازي الاضلاع وكتقول هذا هو لاصوم، وكتزيد واحد الحرف مثلا هنا سمينا اد، اذا متجه زائد متجه كتعطيني متجه. دابا نشوفوا هذا المثال، هذا عاد نشوفوا هذا دابا لاحظ ما كيتلاقاوش، ماشي بحال هذا ما كيتلاقاوش. كيفاش غنخدم هذا النوع؟ هذا بسيط، هذا يا اما هذا غندير عند هذا ولا هذا ندير عند هذا، يعني كندير ازاحه. ازاحه شنو هي؟ مثلا انا غنعبر هذا الفلاش شحال فيه 1.3 سنتيم، غندير ليه الازاحه ونجيبو حتى لحد هنا. هاهو راه هذا هو نيت هذا، غير درت ليه الازاحه باش يتلاقاو ليا هنا، باش ندير الطريقه ديال متوازي الاضلاع. الطريقه ديال متوازي الاضلاع صافي، ملي كندير الطريقه ديال متوازي الاضلاع كيعطيني هاد الفيكتور هذا اللي كيبدا ليا فهلا. اذا هذا عندي ليه الخدش نسميه دي. اذا هنا في هذه الحاله اشنو غادي نقولوا؟ هو انه كانت عندي هنايا ا سي، المهم جات ا وجات بي هنا. في هذه الحاله اش غادي نقولوا؟ غادي نقولوا ان ا بي زائد ا دي عطاتني ا اف. شتو؟ اذا المتجهه يا اما كندي هذا عند هذا وندير متوازي الاضلاع ونرسم هذا هنا، يا انا جبت هذا عند هذا ورسمت هذا. هادو هكا كنديرو ملي كيكونوا متباعدين، ما يمكنش تجمعهم الا ما قربتيهمش حدا بعضياتهم. دابا لاحظوا معايا نشوفوا هذه الحاله، هذه الحاله كتشبه لهذه الحالات، ولكن ما كينطلقوش هنا. الا انتبهتوا مزيان هنا كاين الفلاش، وفاش كيبدا الفلاش كيسالي الفلاش كيبدا فلاش اخر. اذا في هذه الحاله هذه يمكن عاوتاني ندير الازاحه، نجيب هذا حتى لتحت باش نطبقوا فيه هذه الخاصيه. وكاينه خاصيه اخرى، ملي كتكون عندك هذه الحاله كتبدا من هنا حتى من هنا حتى لهنا ديريكت، عقلوا عليها. اذا ملي كيكون فلاش كيسالي وكيبدا فلاش اخر، هذا هو المجموع. يعني باختصار لو فيكتور سي ا زائد لو فيكتور ا بي ايغال هاد لو فيكتور اللي دايز بحال هكا سي بي. هذه قاعده، وفعلا تخيلوا معايا يكون جبت هذا لتحت درت ليه الازاحه باش يولي عندي هذه القاعده، كنت هرسم متوازي الاضلاع ويجيني هذا نيت هو ما هو نيت. اذا وهنا ظهرت واحد الخاصيه ديال شال، ها هي شال، غولاسيون دو شال. اش كتقول لي غولاسيون دو شال؟ كتقول لي الا جاب الله تلاقاو لي الحروف كي بحال بحال، مثلا سي ا زائد ا بي كتعطي سي بي، مثلا ا اف
زائد اف او حيت تلقاو ليا هاد الجوج بحال بحال كتساوي ا او متفقين ام زائد ام سي تلقاو ليا ا كتساوي ليا ا سي اذا وهذه هي غولاسيون دو شارل شتو اذا هنايا وفعلا برهنا عليها دابا هندسيا دابا لاحظوا معايا الحاله الرابعه الحاله الرابعه لاحظوا عندي هاد لو فيكتور غادي هكا وهذا غادي هنا وكيتلاقاو في لافال اذا في هاد الحاله ملي كطيح في هاد الحاله كترسم باراليلوغرام نفس الشيء هنا باراليلوغرام ها هو كنجيبو هنا شتو اذا ملي كتكون عندي باراليلوغرام ا بي سي دي لاحظوا اذا في هاد الحاله العكس بلاص ما تقول يخرج السهم بحال هكا المجموع هو هاد السهم هذا شتو يعني في هاد الحاله لو فيكتور ا بي بلس لو فيكتور سي بي كتساوي ليا دي بي اذا هادو هما الحالات يعني هنا باقي غادي نشوفوا ليكزيرسيس باش نعرفوا كيفاش كنتحكموا في الحالات اذا باختصار تعاود الفيديو جوج مرات ولا ثلاثه باش تتبع معايا مزيان اذا هذا هو الجزء الاول الخاص بالدرس غادي نديروا فيديوهات اخرى ان شاء الله دمتم اوفياء السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته